وزارة الأوقاف النهاردة طلبت من أئمتها وخطابها بخطبائها بالحديث عن التعايش السلمي والمشاركة الإيجابية بمنح الصوت لمن يستحق في الانتخابات المقبلة. ده هيكون في خطبة يوم الجمعة اللي جاية تحت عنوان العام الهجري الجديد والمشاركة الإيجابية. الوزارة طلبت في نص الخطبة الاسترشادية طلبت من الدعاة إن هم يتكلموا عن شعور الفرد بالمسؤولية والمشاركة الإيجابية التي تقتضي أن يشارك الإنسان في بناء وطنه وأن يدلي بصوته لمن يرى فيه كفاءة لخدمة الوطن وألا يتقاعس عن ذلك تحت أي ذريعة من الذرائع، مؤكدين على حرمة شراء الأصوات أو بيعها أو المساومة عليها. معنا على التليفون فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني بالوزارة. مساء الخير يا فضيلة الشيخ. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذة لبنى، إزيك؟ الله يخليك. أهلا. الحمد لله وكل سنة وحضرتك طيب، ويعني ربنا يخليك يا فندم. فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك. نعم، حتة بقى المشاركة بإيجابية في الانتخابات وموضوع حرمة شراء الأصوات وكل هذا الكلام وإنه يكون في سلوكيات إيجابية ومحمودة في المشهد الانتخابي، إزاي وزارة الأوقاف هتتعامل مع هذه المعاني والقيم دي من خلال الخطبة اللي إحنا لسه متكلمين في ملامحها يعني أو الخطوط العريضة بالنسبة لها؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا في الاستحقاق الثالث وهو الاستحقاق البرلماني، لابد ان يكون لوزارة الاوقاف موقف وهو عدم تمكين اي احد من المرشحين من صعود المنبر او القاء محاضرة في المسجد او لصق اعلانات. يعني عايزين احنا المساجد بتاعتنا بعيدة عن السياسة وساسة وسوس. حذرنا في الخطبة ايضا على استعمال او شراء الاصوات المال السياسي كما تعلمين، او التقاعس عن الخروج. لابد ان يكون هناك ايجابية، وان يعني يضع كل انسان سيذهب الى لجنة الانتخابات في اعتباره مستقبل مصر. وحرمنا أن يعني بعض الناس في أصحاب المال السياسي والذين لديهم ثروة كبيرة يشترون أصوات الناخبين. وعدنا كل إنسان يعمل هذا العمل ستكون هناك حرمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها شهادة حق، وهو الآن يقوم بالإدلاء بالشهادة الحق والصدق لأجل مصر. لابد أن يخرج الجميع وأن يضعوا في اعتبارهم أنها مصلحة مصر أولا وليست مصلحة. طيب فضلت الشيخ، للرد على المتشككين أو كده اللي يتهموا وزارة الأوقاف أنها بتلعب دور سياسي، يقول لك هنستغل الدين لخدمة السياسة، هنستغل المنابر في المشهد الانتخابي أو للدعوة حتى للمشاركة في الانتخابات، إيه رد حضرتك؟ لا، نحن يعني ندفع بالناس إلى الخروج. يعني نحن لا نقول انتخبوا فلان من الناس أو الحزب الفلاني أو التيار الفلاني، ولكن نقول لابد من الإدلاء بالصوت. لمين؟ للإنسان اللي يستحق هذا الصوت، وللنائب الذي يستطيع أن يعبر عن آراء الناس وعن مطالب الناس وأن يدافع عن الدولة وأن يكون يعني قلبا وخالبا وطني، انتمائه لبلده ليس لحزب معين أو إلى تيار معين أو إلى فصيل معين. نحن ندعو إلى الخروج، إلى المشاركة، إلى عدم السلبية، إلى الإيجابية. هذا ما ندعو إليه. تمام. طيب فضلتك أنت برضو في أول كلام حضرتك اتكلمت على أن احنا بنتصدى أو مش هنشوف مخالفات أو تجاوزات في المساجد، لكن بالفعل لا. أخبار كتيرة بترصد أنه لا، في تجاوزات وفي استخدام للمنابر من قبل تيارات معروفة بعينها يعني للترويج لمرشحيها. وزارة الأوقاف ليها دور يعني؟ هل تصدت لده؟ هل بتتواصلوا مع اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة؟ أي حالة خروج عن مقتضيات ومطالب وزارة الأوقاف ومطالب الدولة على الفور هناك لجان متابعة ولجان تفتيش ولجان على مستوى عالي جدا تجوب الشوارع والميادين والمساجد. فمن وجد أنه في مسجد من المساجد يلقي محاضرة أو كذا أو كذا على الفور، عندنا ما يسمى بالضبطية القضائية، يقوم مأمور الضبطية القضائية بعمل محضر فوري لهذا الإنسان
ويقوم بإبلاغه إلى النائب العام الموجود في دائرته هذه المخالفة التي تمت. وهذا هل صحيح المسألة فضيلة الشيخ وصلت لأن في منشورات أو دعايات بتبقى موجودة في دورات مياه المساجد؟ لا 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 حضرتك، لا لا دورات مياه المساجد يعني كيف يسمي ذلك؟ يعني الإعلانات دائما تكون في الأماكن دي أخبار منشورة في الجرايد يا فندم، فقلت أسأل حضرتك. لا حضرتك ده يعني هذا الذي يفعل أعتقد أنه مختل عقليا، لأنه إذا أراد الإنسان أن ينشر خبرا لنفسه أو دعاية أو كذا أو كذا لابد أن تكون في مكان ظاهر أو في ميدان وليس في مرحاض عذرا في التعبير. طبعًا. ولا داخل دورة مياه. تمام يا كلام عار عن الصحة تماما. تمام، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني، شكرا جزيلا.